انا كل يوم بيوصلني ايميل بيقول لك بص الاعجاز فيمكن مئات من الادعاءات بوجود ارقام يعني أه بتطرح وتضرب وتقسم وتجمع وكلها بيحاولوا يقولوا عنها اعجاز لكن اعطينا بعض الامثله حتى نشوف ونطبق هذين المعيارين أه بالتاكيد يا خشيد هو انا بس باكد على كلام الاستاذ حضرتك انه آه آه الامثله كثيره جدا ومتعدده ورغم ان انا يعني شخص بيتعامل في علوم الرياضيات وبقالي يعني 30 سنه بدرس وبعمل بحوث في العلوم الرياضيات لكن انا نفسي احيانا ببقى آه متلخبط و وكونفيوز الدكتور رشاد خليفه على فكره كتب النتائج بتاعته في حوالي 270 صفحه نعم آه من البيانات والحسابات اللي طبعا يستحيل عرضها لكن خليني ابدا ب بالامثله مثال الاول آه الايه 59 من سوره ال عمران أوكي. آه تقول تقول ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم م. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ايوه انا هعلم عليها للمشاهد بس عشان اساعدك يب تفضل هنا يزعم الكاتب ان هناك اعجازا قرانيا عدديا في مساله تساوي عدد مرات ورود ذكر ادم وعيسى. حيث ورد ذكر كلاهما 25 مره مما يقتضي المثليه من حيث النشاه والخلق والتميز انسيابا مع مدلول الايه ده ادعاء المدعي. اه oh. يعني مدام دام يعني عيسى متحدة. عيسى ادّكر 25 وآدم ادّكر 25 والآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم يبقى الكلام القرآن صح وفي معجزة بتأكد هذا الكلام. بالضبط بالظبط فهنا هنا احنا هنا احنا قدام مثال بي مش بس بيقول إن في تساوي في الأعداد يعني كنمط أو تناسق عددي لكن هذا التناسق العددي بيحمل فكر لاهوتي وراه. عشان كده المقياسين اللي احنا قلناهم في البداية احنا نطبقهم على هذا الإدعاء ونشوف هل يا ترى هيصمد هذا الادعاء بالعجاز امام الامتحانين دول ولا إيه ف... هو المعيار الاول نذكر بس ذكرني ونذكر المشاهدين المعيار الاول هو هل بالفعل يتساوى عدد مرات ذكر كل من ادم وعيسى في القرآن تفضل ف... ن... بتأكل... خلينا نفحصهم يه. بالظبط كده ف... آه بالنسبة لآدم فآدم ذكر باسمه كآدم عشرين مرة أيوة أنا شايف شايف شايفها, شايفها, هنا بالظبط كده وطبعا المهتم والباحثين ممكن يرجعوا ويتحققوا من هذه المرض إيه اذا آدم لوحدها عشرين مرة بالضبط كده أيوة. آه لكن أيضا لفظة لآدم اه اضيف اليها اللام بالظبط كده لان لآدم فيها ادم فيه. فهنا المدعي بيقول انه ادم او لادم الاثنين بي... الاثنين اشاره لادم فاذا نحسبها دي زائد دي بتساوي 25 بالظبط كده ماشي بالظبط كده دي طلعت صح بي... على الاقل بالنسبه لادم بالظبط بالظبط كده بالنسبه لعيسى المدعي بيقول انه عيسى ذكر بطي... بألقاب مختلفة. قال إنه عيسى بن مريم دي ذُكرها 13 مرة مظبوط. أيوه 13 أهي عيسى بن مريم كده يعني مجموعة كده. اللي فيها ثلاث يعني. كلمات يعني عيسى وابن مريم. عيسى بن مريم على بعضها هي إشارة المسيح أو أيوة، إشارة أيوة أيوه أيوه بالظبط كده. تفضل اه اسم عيسى اسم عيسى لوحده, لوحده. تسع مرات اه لوحده من غير ابن اضافه ابن مريم بالظبط كده تسع مرات بالظبط كده ماشي نجد اه ايضا المسيح عيسى ابن مريم اه المسيح عيسى اه كلها كده يعني عيسى ابن مريم ثلاث مرات فهي تعبير على بعضه ثلاث مرات ماشي ده ده بتطلع اه. 25 بقى بالظبط كده يعني عندنا 13 زائد 9 زائد 3 يطلع 25 <applause> فاذا اذا كلامهم صح في 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 الحاله دي بالظبط كده بالظبط كده هنا يعني هنا يهلل ال... <applause> الله اكبر اه <applause> بالظبط كده ويقولوا يعني لو لم يكن من عند الله ما كانش كيف يكون هذه كده. الصدفه ايوه يعني بالضبط هذا بالضبط. مستحيل يكون بالصدفه اذا يبقى القران من عند الله بالظبط كده هو مم. لكن المشكله يا اخ رشيد انه يعني قليل جدا جدا من يهتمون بالبحث عن صحه هذا الكلام طيب كي... كي... يعني كده بندي هذه الامثله اه أي... علشان نشجع الباحثين على دراسه هذا الموضوع أي. طيب ايه لسة... المشكله في المثال ده المشكله انه المسيح ايضا او عيسى ايضا ذكر بالقاب اخرى يعني أوه. بنجد المسيح ابن مريم اه دي دي ب... ب... ما ذكرهاش يعني عشان ما مي... ما يحرش نفسه دي وكانه مش موجوده هتخل بالتوازن عايز عايز يوصل له يا خرشي مشكله هو عايز يوصل اه دي خمس مرات خمس مرات أيوة. عندنا كمان ابن مريم ايوه مرتين دي مرتين بالظبط كده أيوة. ابن مريم اشاره لعيسى طبعا وايضا المسيح ككلمة زكر ثلاث مرات ثلاث <تلات> مرات يبقى عندنا ثلاثة واثنين خمسة وخمسة يعني عشر هو أهمل عشر مرات عشان يوصل لل... للي هو عايزه بالضبط كده بالظبط كده <تلاتين> وواضح طبعا أنه يبقى هنا آدم زكر خمسة وعشرين مرة وعيسى زكر خمسة خمسة وثلاثين مرة, مرة ما بتساويش خمسة وعشرين متأسفين بالتأكيد. يعني طلعت الحسبة غلط ولد حسبة غلط أيه. عن قصد انا اعتقد عن قصد لانه يعني الباحث اللي طلع يعني طبعا عن قصد هو مش الهاتف عارف الهاتف انها أجل. موجوده يعني طبعا عن عن قصد بالتاكيد فهنا يعني احنا نقدر نقول ان هذا الادعاء يعني هيسقط من هذا الاختبار يعني اذا اذا طبقنا المعيار الاولاني يعني اللي قلت عليه حضرتك فلما طبقناه طلع لما بنفحص هل فعلا العدد اللي قالوه مذكور 25 مرة طلع أنه مذكور 35 مرة لأنهم هم استخدموا طريقة, طريقة انتقائية اختار اللي عايز يذكره واختار اللي عايز يتجاهله ما فيش معيار بنى عليه هو أخذ 25 وتجاهل الباقي وكأنه غير موجود بالظبط كده وانا اعتقد ان هو لقي ادم 25 فحاول يجمع خمسة اسم العيسى وهو نجح في كده يعني لكن طبعا هو يعني خدع خدع قراءه لأنه أهمل إشارة تانية.